ده منتخب مصر الاولمبي وده منتخب المغرب الاولمبي وده ملخص نهائي افريقيا تحت 23 سنه. دارت يا سيح دارت. بعد عام مليء بالاحزان والخروج من كل البطولات بينجح المنتخب الاولمبي في الصعود لاولمبياد باريس 2024 والوصول لنهائي افريقيا تحت 23 سنه، وتكون دي الحاجه الوحيده المفرحه في سنه 23. الله اكبر عليك. وده طبعا لان محدش كان واخد باله اساسا من المنتخب. النبي ده ربنا نجاد هنوس. ولكن مجموعه من اللاعبين ومعاهم مدرب قدر يفهمهم ويحتويهم، قدروا يعملوا نتائج ايجابيه ويوصلوا للنهائي الثاني على التوالي. انت نجحت. نهائي كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه واللي هيتلعب في المغرب. معلش. نهائي من اجل اثبات الذات مش اكتر، لانه رسميا مصر والمغرب صعدوا الاولمبياد، فيعتبر ماتش تكريمي وده بالنسبه لمصر. اما بقى المغرب فواخده الموضوع على صدرها قوي، خصوصا انها لسه ملسوعه خساره نهائي دوري الابطال وخساره الولاده على ايد الاهلي في المغرب برضو، فهم قافشين قوي. قلبي عندك يا ضنايا. قبل ما نبدا عايزك تركز في ملخص بجد، واعمل لايك وشير وكومنت فيه قلب احمر مطر. يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع وقول لهم يفعلوا زر الجرس. وصفي النيه قبل ما تقطع فيه. اعمل لايك. بداية الماتش منتخب مصر واقف على رجله مش خايف، بالعكس ده ابتدى يضغط ويهاجم، واول الخطورة كانت في الدقيقة التالتة، باص من اسامة فيصل لاحمد عاطف اللي بيشوط الكرة حلوة قوي، ولكن بالعروج حارس المغرب بيصدها. في الدقيقة العاشرة بيجي كورنر للمغرب يتلعب بطريقة عشوائية جدا، تتخطف الكرة وتبقى هجمة مرتدة لمصر، باص من ابراهيم عادل ولكن زكريا قرر يعمل هو الاسيست، وتروح الكرة لمحمود صابر اللي قرر يلعب احلى ارتو في الدنيا ويسجل هدف التقدم لمصر. ولكن كالعاده يعني اللحظات الحلوه ما بتكملش وما بتطولش كتير، بعد الجول على طول بتيجي هجمه للمغرب عن طريق الزلزولي، بيحصل مع احتكاك مع محمود صابر، الحكم بيكمل الكره عادي وتطلع الكره اوت بره، بعدها الفار بيستنى الحكم عشان يراجع الكوره، وفعلا الحكم بيروح يشوف الكوره ويراجعها ويقرر طرد محمود صابر، وهيلعب منتخب مصر ب 10 لعيبه من الدقيقه 17. مش عارف يا رب اللي بيحصل فيا ده ايه؟ حظ سيء ولا ذنوب بكفرها؟ الغريب ان الحكم حسب فاول المغرب مع ان الكوره اصلا طالعه اوت. المغرب حاولت كل الطرق انها تهاجم يمين شمال ومن العمق، ولكن ما كانش فيه اي فايده. منتخب مصر عامل حيطه خرسانيه في الدفاع، ولكن المشكله بقى لما تفقد تركيزك. في الدقيقه 37 عرضيه من بلال الخانوس وتعدي الكره من قدام دفاع المنتخب عادي، توصل ليانيس بكراوي اللي بيسجل هدف التعادل للمغرب. ايه الشوط الثاني ريتم الماتش عالي شويه، الفريقين ابتدوا يعملوا هجمات كتير، يمكن المغرب كانت عامله هجمات اكتر وجات لهم كذا فرصه ولكن كانت فرص عاديه. واحب افكرك ان منتخب مصر بيلعب ب 10 لعيبه من الدقيقه 17. فضلنا كده لحد اخر الماتش في الدقيقه 90 وعرضيه من مهدي بوكامير لامين الوزاني اللي بيشوط كره صعبه قوي، ولكن حمزه علاء بيتالق ويصد الكوره وينقذ هدف محقق. بيفضل التعادل مستمر وبنوصل للاشواط الاضافيه. في اخر الشوط الاضافي الاول وتحديدا في الدقيقه 105 بيجي فاول للمغرب، باص من الزلزولي لاسامه ترغلين اللي بيشوط الكره عاديه جدا ولكن للاسف بتعدي من تحت ايد حمزه علاء بطريقه غريبه جدا وتدخل الكره جول. سجل منتخب المغرب هدف التقدم. انا كده خلاص يا بوي. طبعا زي ما احنا عارفين لعيبه المغرب بتحب تلعب كوره بس وهم نايمين. عطيني قوم اتشطف وسلم على الحاج. بالعروش حارس المغرب من اللا شيء كده قرر يريح شويه من الفرهده. لازم نريح الماطيه شويه. الحكم راح له وقال له انت هتشتغلني قوم يلا، وقام مديله انذار. بالعروش قام عادي جدا ونفض هدومه ولا كان في حاجه، ده كمان قفش على الحكم وقال يعني مش عاجبك تمثيلي. تمثيل وخ ما بلاش بقى. ما بيحصلش اي حاجة بعد كده وبينجح منتخب المغرب انه بينهي النتيجة زي ما هي، وبتنتهي المباراة بفوز المغرب 2-1. مكاسب المنتخب من التصفيات كبيرة وكبيرة جدا، ابراهيم عادل افضل لاعب في البطولة، حمزة علاء افضل حارس في البطولة، وجود اربع لاعيبة من المنتخب في التشكيل المثالي للبطولة، حمزة علاء وحسام عبد المجيد واسامة فيصل وابراهيم عادل، وجود مدرب زي ميكالي قدر يحافظ على المنتخب ويطلع الحلو اللي في كل لاعب، كل دي مكاسب لازم نحافظ عليها ونبني جيل جديد، جيل يكون عنده خبرة وتنافس كبيرة، جيل يطلع ويساعد المنتخب الاول في مشواره بعد كده. واخيرا مبروك لمنتخب مصر الوصول لاولمبياد باريس 2024.